طبيعة الحال بناء على التعليمات الصادرة على المدير العام للأمن الوطني، ولاية أمن الرباط وضعت واحد الخطة اللي هي خطة مدمجة وشاملة من أجل نصر أكبر عدد ممكن ديال رجال الأمن مختلف التلونات ديالها والتشكيلات ديالها. الهدف من الخطة هو الاتصال الفعال والتركيز على جميع المحاور الكبرى اللي كتعرف في حركية كبيرة المواطنين، سواء في الأسواق سواء في المتاجر الكبرى. وكما كتشوفوا الان حنا هنا في محز الرياض، محز الرياض كيعرف واحد الحركيه كبيره بحكم انه كيعرف متاجر كبرى، المواطنين كيتجروا بشكل عادي سواء مواطنين مغاربه او اجانب. الضمان ديال السيوله ديال السير بطبيعه الحال عن طريق الوحدات ديال المرور دراجيا والعناصر الامنيه ديال المرور، بالاضافه للتركيز بطبيعه الحال تيتم على جميع النقاط اللي كتعرف حركيه كبيره كما سبق الذكر، تستمر هذه المناسبه في ظروف عاديه. كينتمي جميع التلونات والتشكيلات الامنيه ديال ولايه امن الرباط، سواء امن عمومي سواء هيئه حضاريه سواء شرطه قضائيه، وكاين بطبيعه الحال دوريه تراكيبه ورجيله اللي كتجوز جميع المحاور الكبرى اللي كتعرف حركيه كبيره المواطنين.